يكون أفضل عشان يعني بعدين يعني الشخص هذا يعني يقدر يأكل براحة، يقدر إنه يطلب براحة بدل ما إنه يتحسس يعني من الأشياء اللي تضره وكذا. شيء جدا كويس لسلامة المجتمع لسلامة الناس، على الأقل لو مكان يعني إلزام الموضوع لو مكان يكون فيه تنويه أو قائمة خاصة تكون خالية من الأشياء المسببة للحساسية. أنا بالنسبة لي أشوف أن من الأشياء اللي بالعكس أنا أدعمها، خصوصا أن أنا في البيت عندي أختي مثلا مريضة من القمحي، أشياء قمحية تعاني منها، فلما تحصلها في أماكن مطاعم وأماكن موجودة عامة بيوفر عليها من الدخل وبيوفر عليها من كاحتياج موجود في كذا مكان، فبالعكس أنا مؤيد. راح تكون جدا جميلة لأن الواحد راح يكون يعني إذا راح المطاعم يكون مطمئن، يعني ما يخاف أنه يكون هذا فيه شيء، يعني ما يكون فيه شيء من مسببات مثلا مثل السمك الفول السوداني، يكون الحمد لله يعني مطمئن وبخير انه ياكل شيء وهو مرتاح. والله صراحه الموضوع جدا شيق جدا ممتاز، لان كثير ناس يعانون مثلا من حساسيه القمح. القمح طبعا موجود في اغلب الاكلات، يكون في الدقيق، والدقيق اغلب الاكلات يكون فيها القمح، فكثير منتشره في خاصه في الوطن العربي حساسيه القمح، فمساكين في كثير ياكلونها وما يدرون يتسبب لهم حساسيه، حساسيه البشره وحساسيه بعضهم تسبب للموت. فمره الموضوع شيق ومهم ان ينتبهون المطاعم للاكل، وانا اشوف صراحه مطاعم كثير ومنيوهات كثيره تحط لك مكونات الاكل عشان الواحد ينتبه لو عنده حساسيه لنوع معين من الاكل او مثلا حليب، برضو مو شرط اكله معينه، وبعضهم حساسيه اللاكتوز برضو، والحليب موجود فيه اللاكتوز، ففي انواع من الحليب ما يكون فيها لاكتوز زي اللوز زي الجوز الهند. فمره كويس لو كل احد يكتب قبل الانسان انه يعرف ايش ياكل بالضبط. طبعا اؤيد هذا الشيء بشده، لان هذا الشيء يفيد الطرفين، طرف المطعم وطرف الزوار. من ناحيه المطعم هذا راح يزيد من اخبار للزبائن، من ناحيه الزوار هذا راح يسعدهم كون ان في منيو خاص لهم، راح يزيد اخبارهم للمطاعم. في ناس واجد عندهم حساسيه من اللاكتوز اللي هي هبوط تجاس الالبان، السمسم، اللوز، بعض الفواكه مثل المانجا والفراوله، فوجود هذه المنيوات الخاصه راح تساعدهم وراح تبسطهم اكثر.